من اللي هم التفاسير اللي بيسموها الاحكام، لان كلمه لما بقول الاحكام القرانيه معناها ايه؟ الواحد بيفسر القران على مذهب فقهي معين. يعني مثلا القرطبي بيفسر على مذهب مالك مثلا. فيقول لك في البدايه كده ان الايات اللي فيها احكام اللي هي تفعل ولا تفعل ومش عارف ايه اللي هي بالعبادات والمعاملات وهكذا، يدخل في ايه بتكرر منهم عباره عن واحده من كل 12 ايه. فكان في روعة اخرى موجوده في الوقت ده اللي هو ايه بقى؟ اللي بيبص للقران من زاويه لاهوتيه بيحاول يوصل لعقيده، اللي بيوصلها من زاويه بلاغيه، اللي بيوصلها من ناحيه النحو واللغه، اللي بيوصلها من ناحيه التصوف ومحاوله وصول لاخلاق. الروح دي وراها كانت بتغذي بعضها، يعني كان واحد بيدرس في النحو فيتعلم من اللي بيتكلم في الايه؟ في علم الكلام او في البلاغه. اللي ساعدت في القرون اللي هي بقى سماها قرون الضعف عندنا هو ايه؟ الرؤيه الفقهيه للعالم. اللي هي قايمه على ايه؟ افعل ولا تفعل. بتختصر القران الى ايه؟ احكام عمليه اختصرته في 5% من وسابت بقيه الايه؟ القران. اذا الفكر كله قائم على المنطق الارسطي القديم. احنا بقى في الوقت اللي احنا فيه ده العلم الحديث نتج من المنطق الايه؟ الحديث. فالسؤال اللي بنواجهه لينا دلوقتي كده عمليه الانتقال بقى من المنطق الارسطي اللي هو شايف الحقيقه ثابته وانت يا دوبك عليك انت ايه؟ توصل ليها وان الحقيقه متغيره. لم يصل بعد الى الدراسات القرانيه والدراسات الاسلاميه. وصل لدراسات في البلاغه واللغه والادب بالعلوم الحديثه، ده ايه دلوقتي كل النقاد بيدرسوا بالنظريات الحديثه، لكن لم تصل بعد الى ايه؟ الدراسات الاسلاميه والقرانيه. لذلك لما يجي واحد يقول منتج ثقافي، الاشكاليه جت ايه؟ انه جايب الف مش كده كل واحد ما هو مش حد رفع ايده يعني المشكله هكمل بس لان في حته مهمه هنا مرتبطه بالنص. ف المنطق الحديث بقى في الدراسات الحديثة لم يصل بعد إلى دراسات الإنترنت. أنت لما تقول منتج ثقافي الإشكالية جاية بإيه؟ أنت بتستخدم كلمات لم تستخدم من قبل في هذا المجال. فبتعمل إيه؟ قلق. عايزك تروح تجيب الكلمة القديمة. بس هنا سؤال، هل الكلمات القديمة فارغة؟ ولا هي أساساً ذات مضمون؟ ده أنت لما تيجي تقول المحكم والمتشابه قد اتيت بمنظومه فكريه ورؤيه للعالم كامله. القالب ذاته له مضمون. لذلك كل محاولات التجديد اللي اعترضت في 150 سنه الاخيره بتجيب القالب القديم بتحاول تحط ايه؟ مضمون جديد بس هو بينتهي. وممكن اضرب امثله كده بس مش هقدر يعني. فلما نيجي نقول بقى لو كتبت على السبوره دي النص القارئ والعلاقة بينهم. أين المعنى؟ هل المعنى في النص وحده؟ أم المعنى يأتي أيضا من الإيه؟ من القارئ. واختلاف القارئ يؤدي إلى اختلاف إيه؟ واختلاف القارئ في سن معين يؤدي إلى اختلاف إيه؟ إذا أصبحت الحقيقة إيه؟ متحركة مش ثابتة مش جوهرة ثابتة. فاللي بيجي بقى عارف يثبتها ويقول فهم الصحابة في القرن السابع هو الفهم الصحيح لأنه نزل بلغتهم وبعضهم فبيحاول يفكر بالمنطق الإيه؟ وده كل شغل بشر بس لأنه بيتحول لأنه لا علاقة تحول إلى إيه؟ مقدس. النقطة الأخيرة أنت عندك الله والعالم والإنسان. كل البنى الفلسفية واللاهوتية والعقيدية بتحاول تعمل أنواع من العلاقة بين الله والعالم والإنسان. نوع العلاقة بيحدد نوع الإيه؟ المذهب. بدون التعامل مع اللي تحت الأرض. دي رد برضه على الكلام اللي أنت قلتيه. لو تعاملنا بس على السطح وندور على الجانب العملي التطبيقي بس وما نهتمش بقى بمؤثير المجالي
وكابلات الكهرباء اللي هي كل الحياه في المدينه مش هتقدر تمشي بايه؟ البنيه التحتيه، البنيه التحتيه للفكر، لان كل محاولات التجديد والتغيير بتتم على ايه؟ على اللي على السطح. فبتتم عباره عن ايه؟ اعاده طباع تغيير كلمات بس النقطه الاساسيه من الكلام اللي انا قلته ده كله، اذا ما تعاملناش مع اللي تحت الارض هنيجي بعد 100 سنه ونتكلم في نفس الايه؟ القضايا، لان احنا بنتكلم في نفس القضايا اللي كان محمد عبده بيتكلم فيها من 100 سنه، في الحجاب وفي النحت والتصوير وفي فوائد كان دايما بيقول صندوق البريد دلوقتي البنوك وهكذا، وبعد 100 سنه هنتكلم في نفس الايه؟ القضايا. وانا اسف جدا 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 جدا. بعد هي القضايا اللي تفضل. انا طول عمري مع حريه الاعتقاد، وكل حد حر يؤمن يبقى ملحد يبقى بوذي مسيحي مسلم، كل حد حر في الاعتقاد بتاعه. انا اخويا كبير مرحب، بس انا يعني ما كناش متفاجئين قوي ان هو ملحد، يعني اظهر الحاد وبقى عادي عنده ان هو يقول ان هو ملحد، لان هو ما كانش في عنده التزام ديني باين، هو بيصلي بيقرا القران. ولكن لما الاقي مثلا شاب اعرفه كان موجود في رابعه من سنتين وفجاه بقى ملحد، ده خليني افكر هل الحاد ده اللي جه فجأة من اعتصام رابعة لمجموعة من الإخوان والسلفيين وكذا لشاب ملحد سبب الخطاب الديني اللي موجود دلوقتي، ولا إدراك الحقيقة زي ما حضرتك بتقول؟ يعني أنا مش عارفة ده إزاي. لما بقعد أتكلم مع أخويا ساعات كتير ما بعرفش أرد عليه حقيقي، فمش عارفة التحول المفاجئ لشخص المفروض ان هو مؤمن وعنده، انا بتكلم على الشاب اللي كان في رابعه مش بتكلم على اخوي. من النقيض للنقيض. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ايه؟ هل نتيجه خطاب ديني ولا نتيجه تفسيرات هو بيفسرها ولا تفسيرات ثانيه؟ انا مش عارفه. فهل لما يبقى في خطاب ديني جديد ممكن الموضوع ده يتغير؟ يبقى مثلا انا ما يعني انا ما عنديش مشكله الناس يبقى فيه ملحدين، ما عنديش مشكله خالص، بس الموضوع ده محتاج دراسه. ايه اللي خلاهم بقوا ملحدين؟ بس يعني انا شويه اكمل على طبعا عندي اجابه بس اقولها لك بيني وبينك. هو كده عشان لا 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 عشان النص الاسكندراني بتاعهم يضحك، ما ينفعش اقول على الدبابير وعمل معركه على ارضيه سياسيه، الارضيه السياسيه هي اللي كانت في محمد عبده، وهي اللي عملت قضيه مصر وهي اللي كانت وهي النهارده اللي خلت الطيب يبقى متبني في طب الحكومه والشريف يعني اقصد طيب. فبالتالي وجزء من التحول هو جانب سياسي، الناس تفرق يعني ان هي شويه حريه وبعد شويه لبست الخوازيق ورجعت، يعني هو كده. فالى اي مدى واحنا بنطالب كل يعني انا بفضل على اللي انت قلته كتير قالوا طيب جانب السياسه هنعمل في ايه؟ يعني لازم الضفيره دي لان علشان نقدر نعمل ما نرجعش تاني بعد شويه لمحمد علي او الجيل اللي بعدين. يعني انا اتمنى ان انا اشوف اي اثار يعني قبل ما نموت. طيب وكمان يبقى احنا بقى الخطوه الجديده اللي احنا هنعملها واحنا كمان بنضل كده. تمام. ما انت رفعت ايدك بس انت لسه ما اديتكش كلمه. لا لا لحظه واحده. هي العمليه بس ايه؟ تنظيميه، مش انا مش هتكلم علشان بجمع ال وعندنا حسام وعندنا بسام. طيب اتفضل. معلش يعني مين اللي يعني عز الصوت بس يا فندم لو سمحت. انا عندي تمييز شويه زياده عن الدكتور سامر في مساله التفرقه بين الايمان. انا رايي الدين جزء من الدين، الدين هو حتى يعني
بعمل أيضا الصوت مش واضح خالص. الصوت يا ريس. الاعتراف بانه الدين صناعه بشريه ده بيفتح لنا شويه ومسألة مش الايمان يعني قضيه تمام مساله فعلا فرديه ده بيدخلنا في حاله الاسلام وجود الدين فراغ الحقيقيه اللي موجوده في الاسلام كديانه وفي حاجتين يعني مخليهم متفرد عن الديانات الحاجه الاولى لها علاقه بنظريات ثلاث اشكال للوحي في العالم هنتكلم فيه بالتفصيل بعد كده في العلاقه الوثيقه بين النص وصناعه الدين والصوره السياسيه والحدث التاسيسي هنا هو حادث صديق بني سعد انا رايي انه ما قبل بني سعد ما قبل الحادث وما بعد شديد قلنا على ثاني حتى في عصر الخلفاء الراشدين للدين كصناعه مرتبطه بالاسلام كصناعه مرتبطه بالتجاره وثيقا هنا عشان هنا في مؤسستين لان يعني كل ما تكون في القران يكون مكتوب لكن في مؤسستين ما تقدرش تنحي الحديث نحن الحديث تحت الباب دلوقتي في اجزاء لا في معركه والفقر دي معركه المعركه الثانيه وفي جزء اهم في في تقدير قضيه اعاده طرح او تجديد الخطاب احنا محتاجين نخوض معركه حقيقيه على الرؤيه النقديه والدراسه النقديه لكل الدراسه دي المعركه الثانيه في دورنا ايضا لن يسمح بان احنا نتعامل تعامل نقدي ونطبق المبادئ المناهج العلميه الحديثه على الرصد. شكرا. طيب احنا دلوقتي بالنسبه لنا عشان الساعه بقت 12 لان طبعا الناس هتاخد بريك فهنعمل المداخله دقيقتين وهنحدد وقت نقول مثلا على 12 وثلث نتوقف في الحاله الاولى وهنكمل يعني اللي جايه هتبقى كلها على هيتم برضه استكمال بقيه النقاط التانية. فعندنا حسام وبعد كده بسام. مين سيطلع؟ وسام. اتفضل يا حسام. هو بس انا عايز اكد على دقيقتين هو عايز اكد على نقطتين. اولا مسألة النص والقارئ. متفق تماما مسألة النص والقارئ. متفق تماما مع الصيغة دي ولكن لابد ان نضع في حساباتنا جيدا من هو القارئ وما تلبياته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لأن ده مهم جدا يعني القارئ يختلف حسب هذه الأشياء دي أول نقطة لازم ناخد بالنا منها عشان وإحنا بنحاول نقرأ أي حد مسألة الحاجة اللي ذكرتها الأخت بشكل سريع جدا كلاهما تطرف إذا كان ملحد أو إذا كان ربعوي أو إذا كان مش عارف يعني الخط المستقيم في الدايرة 180 درجة كويس لما أكون عند نقطة المركز لو رحت للطرف الآخر هبقى مختلف لو رحت للطرف ده هبقى مختلف فالمسألة سياسية أكثر من بعدها الإيماني لأن الإيمان هنا ملوش علاقة حتى في بعض الملحدين اللي أنا شفتهم هعمل الدخلة معاك هنا لو في نقطة توضحها طب ما هو انت كده الازهر خطابه يقول ايه انا بوسطر متطرف بين متطرفين كيف تفرق بين الوسطيه اللي انت بتعنيها وبين وسطيه الازهر؟ هنا بقى اسميتي انا اللي انا هرجع اقول تاني الانسان انا هدفي الانسان مشكلتي الانسان مش ليا دعوه بدينه ايه او هو فين او بيعمل ايه مشكلتي ان هو هل يؤذي هذا المجتمع او هل يتطاول على هذا المجتمع ازاء دينيا او بدنيا او نفسيا او قوليا اي نوع من انواع الازاء الهدف الارتقاء بهذه المجموعه من القيم اللي يتفق عليها الجماعه البشريه وده اللي احنا قلنا عليه اللي هو الدستور الحاكم لينا بشكل عام كويس زي ما زي بعض الناس ما بتقول ان القران هو دستور
والسنة هي القانون أو المفسر. يعني المسألة هنا قيمة الإنسان. وحرجع لمولانا محي الدين ابن عربي قد سر قلبي قابلا كل صورته. هو ده الموضوع. أو ديني لنفسي ودين الناس للناس. مش مشكلتي أنا ديانتك إيه بقدر ما مشكلتي أنت بتقدم إيه للبشرية. مثال والله يعني أنا عندي بس خوف كده إن إحنا بعض المحاولات اللي إحنا بقالنا من البارح النهارده إن إحنا حصل لنا هزات كده في دماغنا إن إحنا الجلسة دي بنحتمي أشياء ندركها ولا نعرفها لأن هي اللي هتبقى الحامي أكثر حماية لينا من هذا الارتباك اللي إحنا بنبقى عايشين فيه. وده يعني أنا شايفاها في مستوى تعليقنا النهاردة بشكل أو بآخر إحنا عندنا حالة تخوف شديد جدا لأنه كأننا عمالين بنفحط يعني حفر على شكل 13 سيسي كده بنحفر بس مفيش أي حاجة تانية نقط عليها لننطلق لقدام. أنا عندي أزمة مع عقلنا إحنا كأفراد عرب وأشكالنا مختلفة عندنا أزمة. ومين الأزمة مش أنا اللي قلتها علي برضه قالها وبرضه قالها في بنية تكويننا العقلي في المنطقة دي في أزمة ضخمة جدا. أنا ما كنتش معي ضد الثنائيات والتناقضات يعني في أزمة ضخمة جدا وإحنا كل اللي إحنا بنعمله بنفتح دمامل وما بنعرفش نفتحها. ولو انا عندي مشكله في انه السياسي والاقتصاد هو اللي هيبتدي انا اصلا بوضح يعني مثلا 10 ثواني ما هي عامله خمسه خمسه ضيع فيها. وبالتالي لو هو السياسي والاقتصاد هو اللي هيبقى في عمليه تغيير في بنيه الاقتصاد بنيه التقنيه فانا استنى بقى لما يكون بقى شكل اقتصادي او اشكال اقتصاديه حقيقيه في مجتمعاتنا العربيه عشان اعمل النقله دي. على طول ما انا في كانما برجوازيه وكانما راسماليه وكانما طبقه وسطى وكانما مش عارف ايه وكانما تعليم وانا في ظل كانمات دي انا مش هعمل اي حاجه وهنقعد بعد 100 سنه لانه ما حصلش اي تغير حقيقي اقتصادي واجتماعي واقتصادي وسياسي وبالتالي انعكاسه على الاجتماعي والثقافي هيحصل. في سيادة للقرن السابع والقرن التاسع وال11 وال12 اللي هو العصور الوسطى دولة المماليك في سيادة احنا لغاية دلوقتي شبه في بنيتنا الاقتصادية والاجتماعية بالتالي مش منطقة احنا. بينما النقلة اللي حصلت في الأوروبيين في القرن السابع عشر نقلة دي مرتبطة بالتطور الاقتصادي بتاعها صراحة. فخطاب المرأة انت خطاب المرأة زي ما هو ومقهورة وبتاع واحنا بنعمل مسكنات بنعمل مداخلات كده وبتاع هيفضل هو الأشعرية هم اللي ماسكيننا يفضل الخناقة وانا بستدعيها وانا ضد العقلية العربية لا دي قنبلة ندور على أشباهنا في التاريخ الإسلامي حقيقة الأمر إن أنا بقف عند القرن السابع يعني مهما أقعد أحفظ مهما أحفظ وأجي عند القرن السابع أروح واقفة ما أعرفش يعني أنا بحفظ لا أبعد من كده بس أنا بستبعد كمان مدارات مختلفة حيوانات مختلفة عشان أقول إنه العقلية العربي ما قبل الأديان السماوية الإبراهيمية حاجة وما بعد الإبراهيمية حاجة. أنا عندي معتقد دلوقتي حالي ممكن يتغير كمان شوية إنه آخر هذه المنطقة العربية هي الديانات الإبراهيمية صراحة يعني خلاص. بس هو مين الكلمة هتبقى ل سائر كان في بيتي هنا وهعمل تعليق اخير نختم بيه. نتي؟ بس عشان يبقى وتلت وهنبتدي دي الوقت سبب عشان الوقت يعني الفكره اللي احنا بندور فيها كلها ان احنا بنتعامل فعلا بمنهج النقد يعني
شئنا ما بين اتكلمنا في المسألة دي حتى لو مش صرحت. مشكلة منهج النقد إن هو بيبعدنا عن العقلانية، عن معيار العقلانية في الحكم على الأمور، لأن أنا بيبقى دليلي كله إيه؟ إيه الموضوع إكس؟ مين؟ إيه دليل؟ واي اللي قال؟ طب إيه دليل واي؟ إيه اللي قال؟ لكن مش حد بيقول حاجة محددة في الموضوع نفسه، بتتكلم على شخص هو اللي قال. دي بتنقلني فدي بتنقلني إن أنا إيه؟ فقدت حتى المعيار بتاع الإنسانية، إن أنا سقطت الإنسان هو بيفكر وقادر على القبول والرفض، ان انا حولته بقى شيء مش هيقدر بقى كتله زي ما زي الترابيزه، وبالتالي انا فقدت حريتي. الثلاث حاجات دول لما بيحصلوا في اي مجتمع بيدفعوه كده دفعه حتى هو مش واعي. تكلف نحو تبني اتجاهات تعصبيه، وبالتالي ابقى انا دايما علاقتي بصلها ازاي انا والاخ، وبعدين بفترض ان انا دايما اللي معايا الحقيقه وانا اللي بفهم واللي قدامي ما بيفهمش، اللي هي بنلاقيها حتى في التعاملات العاديه بقى بتاعتنا. ازاي طيب هات الفلوس بس انا مش هديك وصل، ده انا اللي بقول وانا اللي واخد منك، فانا بفترض ان انا اللي امين وانا ايه، لكن الطرف اللي قدامي ايه هو اللي حرمه نصابه بكده. هو ده احد المحاور الاساسيه اللي زي ما بنسبب بنقول ايه في العقليه بتاعتنا، ان احنا عقليه جامده ليه؟ عشان النقطه دي. والسبب الاساسي بتاع دي ان احنا نفتقد للمفاهيم. يعني اوروبا اتقدمت ليه؟ او مثلا الحضاره الاسلاميه نفسها لما كانت بذلت فتره معينه وقعت ليه؟ او ظهرت ليه؟ او الحضاره المصريه، يعني اي حضاره وقعت او قامت بتبقى بسبب المفاهيم. هنا بتزداد لما بيبقى في مفاهيم واضحه، وليكن ان انا هقتل قتيل وما ارتكبتش اي جريمه، بروح انا خلاص بقى مفهوم في المجتمع، فمش هيسبب لي ازمه نفسيه ان انا قاعد خايف ومرعوب وبتاع، وبالتالي هقوم الصبح مش فايق ومش عارف اشتغل، لان خلاص ان انا مش عارف هتعامل مع واحده بدون زواج، فدي مش هتسبب لي الم نفسي، ان انا هشرب خمره، ان انا نتفق على اي مفهوم بس نتفق عليه كلنا ايه؟ معايا؟ بحيث ان احنا ما نعملناش صراع. يعني سواء مع الدين ضد الدين ان احنا نعمل اي حاجه بس نتفق، يبقى هو ده. لكن النهارده انت لو طرحت على مثلا العرب تحديدا 400 مليون طرحت عليهم سؤال واحد وقول له ايه المفهوم بتاعك فيه؟ هيطلع لك 380 مفهوم، 300 مليون مفهوم، يبقى خلاص ان احنا ما عندناش مفاهيم عشان كده احنا متخلفين. فاذا بدايه المساله ان احنا نحدد المفاهيم ونظبطها من القران ومن غير القران، بحيث ان احنا رؤيتنا بقى في النهايه واحده ايه؟ او قدر الامكان واحده للقران. يعني انا هاجل كلام تاني على اساس ان الجلسه اللي جايه هنتكلم فيها عن القران، لان ده شيء مهم جدا ايه؟ فيه. واسف لو كنت اقول. طيب احنا قدامنا خمس صلاح عايز يعمل تعليق وامل عايز تعمل تعليق، بس هي امل لها الحق ان تسوي واحد انها ما تكلمش اصلا. لا انا مش بتكلم على انت طبعا ده تعاطف منك. لا انا بتكلم على كده. كنت عايز اعمل تعليق نهائي على نقطه معينه هقولها بعد ما نعمل ونعمل بريك وبعدين نعمل الكاس. شبه في اجماع انه كان جنيه العقل العربي هي فيها مشكله، وانا شايفه ان هو دي باب المشكله اصلا. المشكله الذهنيه العربيه بتفكر بيها دلوقتي هي مشكله يعني وارده على كل البشر. الفكره بس ان احنا واقفين في المرحله دي ولسه ما عدناش. كون ان احنا نبقى نفضل شايفين ان احنا بس اللي بنفكر بالصوره اللي هي الاصوليه قوي دي مش هيخلينا نتجاوز. يعني الاحساس عموما بالجنونيه ده الغرب والمرحله اللي هم وصلوا ليها هي اللي بتخلينا ما نقدرش نتجاوز المرحله اللي احنا فيها، لان دايما شايفين ان في حد احسن مننا، فطبيعي ان انا هفضل بحد احسن مهما حاولت احسن من نفسي. دايما شايفه ان انا لا انا فيا حاجه غلط، فانا بشوف اصل تاني افضل او نموذج تاني افضل احاول اتشبه. فانا شايفه ان بداية التغيير
هتبدأ في لحظة إن ندرك فيها إن كل البشر مروا بالحالة اللي إحنا فيها دي وتجاوزوها، لأنهم تجاوزوا فكرة الأصل والمذهب اللي لازم أو السند والمرجع اللي أنا لازم أتشبث بيه وأرجع له دايما، فقدروا إن هم يطوروا نفسهم. بس طيب أنا هعمل مداخلة معاكي سؤال، سيبك سؤال. طيب هل معنى كده ان الاجابه بتاعته عندي لمشاكله تنفع الاجابه عندي لمجرد انها نجحت هناك؟ لا لا خالص، لا مش، لا ما اقصدش ابدا ان احنا برضه هنوصل لنفس النتائج، لا بس على الاقل ما بقاش حاسه انه دايما هو افضل يعني. طيب انا هاخد من طرف كلام امل في النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم اللي هي مساله غياب الانسان. ليه التركيز على أشياء تانية والإنسان إيه؟ مغيب في الماضي وفي الحاضر، ونرجو من الله ألا نكون في المستقبل إن شاء الله، بس بقولي نرجو من الله يعني مش إحنا نعمل حاجة، لا إحنا نرجو كمان من الله. أنا كده بغيب نفسي كمان. غياب الإنسان لها أصول في الرؤى اللي اتكونت، ما هياش حاجة قدر، ده بنية اتشكلت شكلها بشر ومرت عبر التاريخ لا اصبحت ان هي ايه؟ هي الميه اللي احنا كلنا كاننا السمك في قلب الميه بنعتبر نفسها انها مش موجوده، بس لانها ايه؟ زي ما قلت مثلا انا مش لازم اعرف ان انا اشعل عشان ابقى اشعل، ده تحت البنيه الثقافيه ظهر كل حاجه. في اول كلمه بقول ان شاء الله وباذن الله والحمد لله، وليا صديقي العزيز الحاج فكري اندراوس هو ملحد ومش عارف ايه، وكل ما نتكلم في التليفون يقول لي ان شاء الله وباذن الله، هي بنيه ايه؟ ربنا يكرمك. غياب الانسان بنيه موجوده تشكلت عبر التاريخ ولها اسباب اجتماعيه وسياسيه واختصار فكريه. بدون ان احنا نتعامل معاها هنظل في عمليه اعاده الايه؟ الاحساس بالدونيه ده اتجاه الاخر المعاصر، هو ايضا احساس بالدنيا تجاه السلف لينا. ما هو اللي رايح يجيب من ابن تيميه ولا رايح لمصر القديمه التي علمت العالم، ما هو برضه ايه؟ حاسس بالدنيا وبيحاول يستخلص لها. فهو تغييب الانسان بنيه موجوده حصلت عبر التاريخ لها اوقات. انا سمعنا مثلا سقيفه بني ساعده واحده منها، تحكيم واحده منها. انا عايز اقول لك كمان في الوحي وفتره الوحي ونزول الوحي اساس موجود في القران وجمع القران، ان منظومه معينه ده كان في اتساع في الافاق يعني، وده هنتناوله في الجلسه اللي جايه، ان ازاي القران يختلف عن القران تبادله كشفوي كلام على انه يتحط بين ايه؟ دفتي كتاب، منظومة أخرى خالص، وده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية. بس بأكد على غياب الإنسان إيه؟ بنية. طيب هنعملها إزاي بقى غياب؟ مش هتيجي لا بتوعية ولا بإرشادات. الإشكال كبير جدا إن واحد يبقى هنا ويركب طيارة وينزل في باريس أو ينزل نيويورك أو ينزل لندن ويشوف الناس عايشة إزاي، يقول إيه؟ هنا مشكلة سلوك. شوف سلوكيات الناس هناك وسلوكيات الناس، هي مشكلة ايه؟ سلوك. ومحتاجين ايه؟ توعية. فنعمل ايه؟ وزارة الإرشاد القومي. ونعمل ايه؟ مكتب الإرشاد بتاع الإخوان المسلمين. دي عبارة عن ايه؟ انها توعية، ان السلطة الأبوية القديمة كلها داخلة في دارها، اللي هي ممكن تشوفها بقى في كل حاجة حواليك. من اول الاب والام في البيت، للمدرس في الفصل، للاستاذ في الجامعه، لرئيسك في الشغل، للكمساري اللي تحت منه حد معين، بنيه ايه؟ ابويه. الحداثه، وده اجابه على سؤال بتاع امبارح وسؤال برضه ندى، الحداثه في جذرها بدون ما نخش في تفاصيل كتيره جدا جدا. جزء منها هو اللي انا اتكلمت عليه، الانتقال من منطق الارسطي للمنطق، بحيث ان الحقيقه في العالم اللي احنا فيه مش في الغيب
وموجوده في النص، احنا بس يا دوبك ايه نبر الواقع بايه؟ بالحقيقه اللي احنا جبناها من النص. لا، في بقى جانب تاني اللي هو ايه؟ تاريخيه الحقيقه. يعني قبل كده الحقيقه ثابته، جوهر، انت بتوصل للجوهر خلاص. يبقى لا، هنا تاريخيه معناها ايه؟ انها في حاله تغير دائم مرتبطه بالزمن. الحقيقه اللي كانت موجوده عند كانت، ماركس جه بعد منه شاف الحقيقه في مكان تاني اللي هو ايه؟ جه فعلا، وهكذا. فالحقيقه في حاله تاريخيه مرتبطه بزمان ومكان. النقطه الثانيه، لما تبقى الحقيقه مرتبطه بزمان ومكان، ما بقاش في سلطه للسابق على اللاحق. بفكره ان الاصل في الماضي ما يبقاش لها ايه؟ طبعاً. دور. يبقى ده فهمه هو وتصوره هو في ايه؟ حل المشكله. في زمن. ودي اشاره للكلام اللي اتقال عن محمد عبده وسلبيته او عن جمال البنا، بس برضه الناس بتعملها بطريقه فجه. ازاي؟ الاختلاف هو اختلاف في الدرجه مش اختلاف في النوع. ان واحد عايز يلغي جزء كبير، واحد عايز يلغي جزء، واحد عايز يرجع للحته دي، واحد عايز يرجع للحته الثانيه. هي عمليه ايه؟ ابتداء. ابتزاء للماضي. في مساله الالحاد بقى، عمليه التحول من طرف لطرف طول التاريخ موجود عندنا. طول التاريخ موجود عندنا. وتبقى مرتبطه بالسلطه. يعني احنا عندنا في الستينات والسبعينات عندنا تحولات زي طارق البشري من اليسار لعبد الوهاب المسيري، مصطفى محمود، محمد عماره، مصطفى محمود، وهكذا. اللي دي بتحصل ليه بقى؟ لان التفكير اللي هو ماشي عليه ما كانش له اساس. كل ما تدي فكر على وش الميه كده ملوش جدر، هو ده اللي بيعمل الايه؟ النقله من الاصل، لان النقله بتاعته برضه ملهاش ايه؟ اساس. هي رد فعل ظاهري للايه؟ اللي بيحصل. يعني واحد كان في الاخوان وبتاعه وعايش طول عمره ومش عارف ايه، ولما جت التجربه بقى في الواقع لقى ان كل اللي هو كان عايش عليه مثلا غلط، طلع كلام ايه؟ فبتيجي النقله بقى اللي هي دي مش مؤسسه ودي برضه ايه؟ مش مؤسسه. لذلك كل الكلام عن الالحاد ده كله استخدام نفعي. الالحاد له ايضا اساس ايه؟ فكري. احنا بنتكلم ما فيش حد يشتغل في اللي تحت الارض، كله شغال على ايه؟ وده إجابة على الكلام بتاع عزم. طب هنعمل ايه بقى؟ اذا ابتدينا نشتغل على سطح الارض ونبقى بقى واحد مثلا عايز شايف ان العمليه الحل، فيروح يجيب كل الافكار ويأول القران حتى ذاته والتراث ذاته عليه. واحد شايف ان اليسار والعداله الاجتماعيه ولا برضه هيحول. كله شغال على ايه؟ بدون بقى نشتغل على تحت الارض على كل الناس، مش هيبقى فيه ايه؟ جانب المشترك اللي هي انت قلت هيبقى فيه 385 راي. ليه بقى؟ لان ماليش تحت الارض. لو في تحت الارض هتلاقي فيه جانب مشترك ما بين الجانب، وهتلاقي المفاهيم بتتشكل. بس المفاهيم مش هتتشكل من ناحيه بس اللغه. المفاهيم هتتشكل ويبقى لها اساس لما تبنيها على اساس فكر. ماشي مجرد مصطلح. هات اي مصطلح ودور على استخدامه هتجد انه حاله ايه؟ تحرك تاني. ممكن واحد يجيب لك يجيب قاموس ولا معجم ويقول لك العمليه مفهومه كذا. هو بيبص لها بايه؟ في اللحظه اللي كتب فيها الايه؟ المعنى المعجم ده، وده اللي بيستخدمه الاصوليين دايما. ده انتوا العمليه كذا وكذا وكذا، لانه بيجيب مفهوم معين. ويثبت عنه. بدون ما نشتغل على اللي تحت الجلد، دي الكلام الاخير، هتبقى كل الجهود ايه؟ بس اللي تحت الجلد عايز صبر وعايز شغل على المدى الطويل، واحنا عايزين ايه؟ رد الفعل السريع والاجابه والحل دلوقتي. انت انا لسه هفكر. بس خلي بالك الداله اللي انت شغال فيها بتاعت يوم بيوم ديت، هي افتكروا كده بعد 25 يناير بتاعت اعمال التركيز على الجانب السياسي، بس هي كلها بينا واحده. يعني السياسي هو مجرد تجلي بس منه ايه؟ ظهر. بعد 25 يناير، طب بس احنا عايزين ايه؟ الاستفتاء عشان الاستقرار. استفتاء على الانتخابات، طب بس نعمل الانتخابات عشان ايه؟ عمالين نحل ايه؟
يوم بيوم. خمس سنين بقينا نتكلم دلوقتي برضو لسه بندور على ايه؟ على الاستقرار. لما ما تاسسش لشيء بدون ما تاسس لشيء هتظل البنى بتاعتها دي كلها بناء على رمال يعني نبني قلاع من الرمال ونزرع على سطح ونعمل البريك. طب كمان بس قبل ما نقوم انا بعتذر لان انا مش هكمل عندي امتحان انا هحضر انا بعتذر بس يا ريت طبعا لا 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 مش هحب عادي ليه الحق عادي شوف يعني القانون انا محبيه بس فاهلا بيكم وبنتمنى في قضايا المرأة النسائية ان احنا نبقى على تواصل وبعتذر بس ان انا مش هكمل معاكم. طيب احنا هناخد بريك ونبتدي الساعة 1 مثلا ان شاء الله على الجلسة.